يكونوا بإذن الله من هنا وسيحطم الصليب بإذن الله من هناك سيحطم الصليب وسيكون البعث للمسلمين بإذن الله سيحطم الصليب وستحرق دولة الباطل سيحرق علم الباطل علم الصرب سيحرق بإذن الله وسيرتفع الهلال هلال الإسلام في كل الأرض الإسلامية وفي أوروبا حتى يمن الله علينا بالنصر والتحرير فمع كلمة الجماعة الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم باحتلال الكويت ولا يقوم تسجيل الناس تقوم الدنيا ولا تقعد واين هي الامم المتحدة واين هي الجمعية العمومية اقليم كوسوفو ولكن ليس لنا الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله اما الان فمع كلمة الكتلة الاسلامية